بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس رقم 18، تعالوا نقرأ عنوانه: فهم كيف يقوم نظام التشغيل بترتيب محركات الأقراص والمجلدات والملفات في بنية هرمية. معناه إيه؟ تعالوا نقترح، أوريكم حاجة، نقترح حاجة كفهم، نرسم الفهم بتاعنا الخاص بالكمبيوتر. تعال ندخل هنا على إدراج سمارت، مش ضروري تعملها ولكن أنا بوريكو يعني، ونعمل شكل اسمه الشكل الهرمي، ونختار أي شكل هرمي من اللي يريحكو. أدي هرمي أهو، نقول له موافق. أدي الشكل الهرمي. أنا عايز أقول لكم لو ده الكمبيوتر، الكمبيوتر أدي الكمبيوتر، قال لك الكمبيوتر بيحتوي على محرك أقراص. أنا هديكم مثال سي بالإنجليزي، سي، وده محرك أقراص محرك أقراص ونقلب إنجليزي دي، يبقى ده سي وده دي. طيب عايزين عشان ما نتلخبطش نشيل الحاجات اللي ورا دي، مش محتاجينها عشان ما نتلخبطناش شكلا، عشان اوريكم انا اخترت شكل هرمي، خلي بالكم عشان نفهم ايه الهرمي. هرمي اللي هو راس اللي هو الكمبيوتر. قال لك الكمبيوتر بيحتوي اي سي ودي، وربما اي واف وجي، مش مشكله. تحت السي شوف انا هعمل ايه، هيحتوي ايه تحت السي؟ هيحتوي على مثلا مستنداتي، مستنداتي. طب تحت مستنداتي تعال ممكن نعمل كمان تحتها اتنين. انا هقول له هنا خلاص اضافة شكل، واخليه ايه شكل قبل اسفل اهو. مستنداتي دي هقول مثلا فيها او اكتب فيها ايه مستندات العمل اهو، مستندات العمل خلاص. ايه رأيكم نضيف برضو تحت مستنداتي كمان واحد اضافة شكل اسفل، وقول دي مستندات المنزل، مستندات المنزل خلاص. طيب محرك اقراص دي يلا في ايه صفحة الانترنت، ها ملفات البرمجة، ولما تيجي تلاقي هتلاقيها عباره عن ايه؟ هرم اهو، هرم قاعدته الكمبيوتر، ولكن تحت السي وتحت الدي وتحت السي في حاجات تانية، وتحت الحاجات التانية في حاجات التانية. شايفين شكل الهرم واضح معاك ولا لا؟ هو ده الاسلوب اللي بيستخدمه الكمبيوتر. تعالوا نشوفه عامل ايه. طيب تعالى نفتح حاليا ماي كمبيوتر، ادي الكمبيوتر، فاكرين اللي هو ايه؟ اللي هو اللي فوق خالص ده. فتحناه، ادي الكمبيوتر يا سيدي. يحتوي على ايه؟ شايف الهرم؟ ادي السي والدي. الله زي ما انا قلت. والله زي ما انا قلت. طب تعال نفتح ادي السي اهو، نفتح السي نضغط عليها مرتين. السي بتحتوي على بهيك سايت، مثلا صفحة الانترنت. تحت البهيك سايت في حاطة ملفات القرآن، في حاطة ملفات الفيديو. تعالى تحت القرآن الشيخ مصطفى اسماعيل، هو ده مفهوم اسمه ايه الهرم. زي ما احنا شفنا هناك الهرم شكله ايه من فوقه، الكمبيوتر احتوى على السي ودي، ده الليفل الثاني او المستوى الثاني. المستوى اللي بعدين المستندات، المستندات تحتوي مستندات المنزل، مستندات العمل، وهكذا. يبقى اذا عايزين نفهم بقى دلوقتي خلاص ان كيف يقوم نظام التشغيل بترتيب المحركات. نظام التشغيل اللي هو ماي كمبيوتر يقوم المحركات تحتيها اللي هو الدور الثاني اللي هو فيها ايه السي والدي والاي والاف. تحتها في مجلدات، كل سي او دي او اي او اف تحتوي على مجلدات. تحتها تحت المجلدات بيتحط جوه المجلدات مجلدات وملفات، دي اللي بتبني الشكل الهرمي اللي احنا شفناه بالتوضيح هنا هو، وشفناه كمان بالتوضيح هنا هو. ادي هو ماي كمبيوتر، ما
بعد السي، بعد بيك سايت، بعد القرآن، بعد مصطفى، بعد تسجيلات خارجية بهذا الشكل. فهمنا بقى ايه هو الشكل الهرمي؟ ليه بيجي في الامتحان بيجيب لك الشكل الهرمي؟ بنية الملفات داخل الكمبيوتر بتكون على شكل ايه؟ تقول له هرمي، او ساعات يدي لك الشكل ويقول لك اختار الشكل اللي بيكون عليه بنية الملفات والمجلدات والأقراص في الكمبيوتر. ونشوف إن شاء الله الدرس اللي بعديه.